خلونا ناخد معانا على التليفون الدكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام. خليني يعني افهم واستفهم من حضرتك انا والمشاهدين على مستوى العلاقات ما بين مصر والمجر، واللي باظنها انها بعيده يعني ممتده تقريبا لاكثر من 60 سنه دلوقتي، على الاقل من بعد ثوره يوليو 52 اصبح في عندنا علاقات كويسه جدا بالجانب المجري، واستمرت هذه العلاقه الحمد لله دون فتور يذكر. طب استاذ يوسف، خلينا في البدايه اولا ندع زياره رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان لمصر في سياق الدبلوماسية المصرية النشطة الفاعلة والحيوية التي تسعى وحتأبعدها دبلوماسية التنمية، توظيف الشراكات المختلفة شرقا شمالا غربا جنوبا في كل الأفاق حقيقة من أجل تعزيز التنمية في الداخل، وهو ما يعود طابعا بالنافع على المواطن المصري. هذه السياسة الخارجية والعلاقة بينها وبين التنمية بتعكس حيوية وقوة هذه العلاقات. الرئيس السيسي وصف العلاقات المصريه المجريه بانها نموذج يحتذى، هي نموذج في اداره العلاقات الدوليه بين دولتين صديقتين، يمتد تاريخ العلاقات الدبلوماسيه العام 1928 الى اكثر يعني ما يقارب 90 عاما. وهذه العلاقات حقيقه شهدت طفره كبيره في عهد الرئيس السيسي، خاصه منذ بدايه عام 2015 عندما زار الرئيس السيسي لاول مره المجر والتقى به رئيس الوزراء فيكتور اوربان. ومن وقتها هذه العلاقات شهدت نقلة نوعية على كافة مستوياتها السياسية والاقتصادية، على مستوى التعاون، على مستوى الشراكة الاستراتيجية وفي إدارة هذه العلاقات. المجر تمثل دولة مهمة أحد الدول شرق أوروبا، وهنا نركز نضع خط تحت شرق أوروبا لأن مصر منفتحة على كل الدوائر الغير التقليدية. كنا نقتصر فقط على الدائرة غرب أوروبا أمريكا، الآن هناك دائرة آسيوية، هناك وسط آسيا يعني أبيزر أذربيجان أرمينيا، يعني هناك اختراق لتجارب تنموية مهمة ومنها المجر بالطبع. المجر دولة حققت تجربة اقتصادية مميزة، تحولت من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر، الناتج القومي يزيد عن 200 مليار دولار، هناك مستوى دخل مرتفع، لديها مزايا نسبية. في المقابل مصر تمثل اقتصاد واعد، اقتصاد مهم، اقتصاد كبير، لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة كما انت اشرت في محور التنميه في قناه السويس، وبالتالي بمنطق المنفعه، منطق المصالح المشتركه، منطق المنافع المتبادله، هناك رغبه واراده في تطوير هذه العلاقات واكتشاف وتوظيف الفرص الكامنه والواعده الموجوده لدى البلدين. هذه الزياره تاتي في سياق الزيارات المتكرره بين الرئيس السيسي وبين المسؤولين المجريين، وبتعكس ان هناك اطار مؤسسي بيحكم إدارة هذه العلاقات بحيث يضمن أولا الاستمرارية والتراكم والارتقاء في مستوى هذه العلاقات بشكل دائم وبشكل مستمر، أيضا بيضع إطار بيحكم هذه العلاقات وسبل تنميتها. هناك اللجنة المصرية المجرية، هناك عدد من الاتفاقات المهمة ومنها بالطبع الاتفاقات التي تم توقيعها اليوم، ومنها بالطبع اتفاقات لتصنيع عدد من قطارات والسكك الحديدية. نحن نتكلم عن علاقة بين دولتين يسعيان إلى التعامل وتعظيم المصالح المشتركة والتعامل مع التحديات العالمية. هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم من حيث التوقيت، من حيث الدلالة، لأنها تأتي مع دخول الحرب الأوكرانية الروسية عامها الثاني، وبالتالي استمرار التحديات العالمية في أمن الطاقة، أمن الغذاء، في قضايا متعددة، وهو ما يتطلب دائما التعاون والتنسيق، وسواء تنسيق المواقف السياسية أو تعزيز التعاون الاقتصادي. بمعنى آخر، مصر الآن تقود تيار هو أن في ظل الاستقطاب العالمي بين القوى الكبرى، بان مصر تقود تيار التعاون الجماعي الدولي، لان في هذه المعادله الكل رابح رابح. هذا سيقود الى التعايش الدولي، لان العالم لم يعد يتحمل مثل هذه الازمات، وبالتالي هنا مواجهه هذه الازمات وتقليل اثرها يكون من خلال بناء الشراكات الاقتصاديه. هناك مزايا نسبيه لدى المجر تقدمها لمصر، وهناك مزايا نسبيه تقدمها مصر للمجر. المجر دولة مهمة، دولة زراعية، دولة لها دائرة صناعية، لديها ميزة نسبية في النقل، في الزراعة، كما أشار الرئيس السيسي، في إدارة المياه، في الري، في الطاقة، في التكنولوجيا، في الطاقة المتجددة، في أيضا هناك اعتماد الآن أوروبي كبير على مصر في أمن الطاقة، ومصر كمركز إقليمي لتصدير الطاقة خاصة من الغاز في الشرق المتوسط. هناك قضايا مهمة على مستوى العلاقات الثنائية، حجم التبادل التجاري بالطبع يعني يقارب نصف مليار دولار، واعتقد ان هذه الزياره وهذه الزيارات ستساهم في رفع سقف هذا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصه في ظل الفرص الكبيره الموجوده لدى البلدين. وبالتالي هي زياره مهمه في توقيت مهم،
تتواكب مع دبلوماسيه مصر النشطه، السياسه الخارجيه، دبلوماسيه التنميه، فتح افاق جديده، الانفتاح لكل التجارب التنمويه خاصه دول شرق اوروبا. ونتذكر ان الرئيس السيسي حضر مجموعه فيشجراد في 2017 2019 وكان اول دوله مصر تمثل او دوله في الشرق الاوسط تحضر هذا التجمع الاقتصادي المهم. المجر عضو الاتحاد الاوروبي تمثل بوابه مهمه لشرق اوروبا وايضا الاتحاد الاوروبي. في المقابل ايضا مصر تمثل بوابه للمجر للشرق الاوسط لافريقيا، وبالتالي بمنطقه المنفعه هناك اراده سياسيه وعلاقات قويه وصداقه كبيره بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اوربان وبين المسؤولين المجريين. هذا يمثل دافع وخطره لاداره العلاقات. هناك الفرص الكبيره، هناك الاطار الذي يحكم هذه العلاقات، وبالتالي على المسار الثنائي هذه الزياره تمثل دفعه وخطوه مهمه في اتجاه كما انت اشرت رفع مستوى هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري بما يخدم الشعبين. هنا نشير نقطه مهمه ان عائد هذه العلاقات وهذه الشراكات كيف سيكون على المواطن المصري من خلال جذب الاستثمارات، فتح افاق جديده، توفير فرص طيب عمل. طيب سؤال يا دكتور، وكل هذه تمثل اهميه كبيره. طيب سؤال يا دكتور، المجر كعضو في الاتحاد الاوروبي وفي نفس الوقت كلاعب مهم في المنطقه الشرقيه من القاره الاوروبيه، وهنا هروح حاطط على يعني هاخد المجر وهمد الخط انه مصر بعلاقه متوازنه ما بين الشرق والغرب في اوروبا، وفي علاقه متوازنه ما بين اطراف الصراع دون اي انحيازات على الاطلاق، واعلنت في كوب 27 في شرم الشيخ انها مستعده للعب دور وساطه نزيهه مرنه لوقف هذه الحرب. النهارده الرئيس قال انه يعني توافقنا على ايجاد حل لايقاف هذه الحرب قريبا. مدى قدره البلدين مصر والمجر على ايجاد حلول، خاصه انه على ما يبدو الطرف الروسي يقبل هذه الوساطه المصريه؟ دعني نقول أن مصر الآن تجني ثمار هذه السياسة الخارجية الرشيدة الحيادية النزيهة لسياسة مصر، لأن مصر حقيقة ليست جزءا من استقطابات عالمية. مصر لا تنحاز بشراكة ضد شراكة أخرى أو تستبدل بشراكة بشراكة أخرى. مصر منفتحة للجميع في إطار تعظيم المصالح الوطنية الاستقلالية. مصر تقود تيار الاعتدال الوسطية، تيار السلام، إدارة الصراعات بالطرق السلمية. هذه الخصائص وهذه التركيبة للسياسة الخارجية المصرية أكسبتها المصداقية والاحترام من كل الأطراف، خاصة أطراف الصراعات ومنها بالطبع الحرب الروسية الأوكرانية. روسيا هناك علاقات قوية لمصر بروسيا، بأوكرانيا، بكل الأطراف، كما أن مصر دائما تنحاز إلى القانون الدولي، إلى الأمم، إلى المبادئ الأساسية، سيادة الدول، إدارة الخلافات والصراعات بالطرق السلمية، رفض استخدام القوى العسكرية، كلها مبادئ حقيقة تمثل نهج السياسة الخارجية المصرية. وبالتالي طرح مصر والمجر أو الدعوة إلى وقف هذه الحرب هو انطلاقا من مبدأ أن الكل في الحرب خاسر. لا يمكن لأحد أن يفوز في الحرب، ليس فقط أطرافها خاسرون ولكن العالم كله أيضا تضرر من هذه الحرب. وبالتالي استمرار هذه الحرب، لا يعني استمرار المعاناة، استمرار التداعيات السلبية، وقدم الرئيس السيسي مبادرة في مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 دعا لوقف القتال. وايضا هذه المبادره، ونحن نعرف ان المجر تحديدا كعود الاتحاد الاوروبي لديها موقف ربما متميز عن الدول الاوروبيه الاخرى، لان المجر ايضا ليست مع التصعيد، ليست مع منطق العسكره، ليست مع منطق الاستفزاز او الدول الاخرى او تمس امنها القومي. وبالتالي هناك رؤيه واضحه ورؤيه محدده. اعتقد ان نجاح هذه الدعوه يمثل اهميه كبيره، لكن يظل دائما الكره في ملعب الاطراف المتصارعه. بمعنى اخر، القدرة ورغبة وقابلية أطراف الصراع على الدخول في المفاوضات هو ما يسهل ويساعد في إنجاح هذه المبادرات. وأعتقد أن هذه مبادرة رشيدة ودعوة رشيدة، خاصة أن درس العام الأول أثبت أنه لا يمكن هناك فائز، لا كله خاسر، هناك صراعات، هناك توترات. أمن الغذاء، العالم يواجه أزمات متعددة، جائحة كورونا ثم الأزمة الاقتصادية، وبالتالي استمرار من النزيف، استمرار من المعاناة. وأعتقد أن مصر كدولة تتصرف من منطلق المسؤولية الدولية، منطلق المسؤولية التي تؤكد دائما لا بد من الحوار، لا بد من التفاوض، إدارة الخلافات. وأعتقد أن هذه الرؤية التوافقية بين مصر والمجر، مصر كدولة مهمة في الشرق الأوسط والمجر كدولة مهمة في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تمثل قوة ضاغطة في اتجاه التسريع نحو الحل السياسي وبالتالي إنهاء هذه المعاناة.
طيب دكتور احمد، معلش هتقل عليك شويه كمان، ومعلش انا بستاذن في المزيد من الاطاله، فليتسع صدرك لينا حبه. مساله انه انا هنا هاخدها حتى من كلمه الرئيس، الرئيس لما قال اللي شفتوه قبل كده كوم واللي جاي كوم تاني خالص، وهو يتحدث حول التنميه في سيناء، لكن انا كلامي المره دي مش على سيناء. احنا شفنا انه الرئيس استطاع ان هو يوسع من مجالات الدوائر الحيوية المصرية، ليست فقط مجالاتنا الحيوية أو دوائرنا الحيوية السابقة اللي كنا بنتعلمها زمان أيام الجامعة، ده أضاف لها المزيد من الدوائر حتى بعد أن انهارت فكرة الاشتراكية الدولية وما إلى ذلك، استطاع الرئيس أن هو يكمل في العمل على روابط قديمة ولكن بأشكال شراكات جديدة. السؤال أنه في 23 على ما يبدو حيوية الدبلوماسية الرئاسية في أعلى مراحلها، السؤال ليه؟ لماذا أستاذ يوسف؟ هذا لأن الهدف هو التنمية، هو المواطن المصري، يعني العلاقة، هناك علاقة بين السياسة الخارجية وبين الفاعلة وبين التنمية في الداخل. الرئيس السيسي عندما يتحرك يقابل الرؤساء، يفتح شراكات، يقوم بزيارات، يعني قبل أسابيع قليلة كان هناك أذربيجان، أرمينيا، وهي دول جديدة بالنسبة للدوائر السياسة الخارجية المصرية، حتى الدوائر غير التقليدية، بالإضافة طبعا للتجارب التنموية الكبرى، الهند، الصين، اليابان، شرق أوروبا، مجموعة فيشجراد، التحالف اليوناني المصري، مصر القبرصي، تفعيل الدائرة العربية، تفعيل الدائرة الإفريقية وعودة مصر لإفريقيا، إضافة إلى الدوائر التقليدية، غرب أوروبا وأمريكا الشمالية. كل هذا بيعكس أن مصر تنطلق من زاوية كيف توظيف هذه السياسة الرشيدة، هذه العلاقات الجيدة، هذه المكانة، هذه المصداقية في جذب الاستثمارات، في فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، في فتح آفاق للسلع المصرية في الخارج، توطين التكنولوجيا، الاستفادة من المزايا النسبية في مجالات الطاقة، في مجالات متعددة، كل هذا حقيقة هو في النهاية يتواكب مع النهضة المصرية في الداخل. يعني مصر الآن في مرحلة الانطلاق الاقتصادي، كل المجالات، المشروعات العملاقة، التنمية في كافة المجالات، توطين الصناعة، توسع الزراعة، هذا بيتواكب ويتزامن ويتشابك مع الدبلوماسية المصرية ودور الخارج، دور التنمية، دور الاستثمارات الخارجية، هو دور مهم. وبالتالي نجد أن كثرة الزيارات وكثرة الشراكات وتنوع هذه الشراكات هو في نهاية المطاف بيعكس هذه الفلسفة. مصر بتسعى إلى تعظيم التنمية في الداخل الذي سينعكس على المواطن المصري من ناحية، وفي ذات الوقت تعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية، لأن هذه الاقتصاد الذي يقود السياسة، وأن هذه الشراكات وهذه القوة هي التي تدفع مصر أن يكون لها دور فاعل في محيطها الإقليمي، في محيطها الدولي، في التعامل مع القضايا العالمية، حتى التحديات الكبرى، التغيرات المناخية، الأزمات العالمية. وبالتالي الآن العالم يتجه إلى التعافي الاقتصادي، مصر تمثل أحد الدول الجاذبة لهذه الشراكات المختلفة. صحيح. للشراكة مع مصر، لأن مصر بها استقرار سياسي، بها استقرار، بها فرص استثمارية كبيرة، دولة مهمة، بها اقتصاد واعد، معدلات نمو رغم التحديات ورغم الأزمات العالمية. صحيح. وبالتالي العالم كي يخرج من هذه الأزمات والتعافي الاقتصادي يبحث عن الاقتصادات الواعدة، ومنها الاقتصاد المصري. وبالتالي عندما يأتي رئيس الوزراء المجري إلى مصر ورئيس السيسي يزور دول مختلفة، شركات عربية، جذب استثمارات عربية، كلها في نهاية المطاف هي بتعزز التنمية في الداخل، هي بتقوي من القوة الاقتصادية المصرية، وفي إطار مبدأ النفع المتبادل، مصر لا تنحاز، وإنما مصر دولة تسمى بالحيادية، تنفتح على كل الدول، على كل التجارب. يمكن ده السبب وراء مرونة التحرك المصري وقبولها دائما كطرف نزيه في أي وساطة من الوساطات على أي صعيد إقليمي كان أو قاري أو حتى على المستوى الدولي. أنا بشكرك جدا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية.